اول حاجة لازم نبل القماشة دي مية، بعدين ندخلها جوه كده، بعدين نجيب ورقة ونخلي العروق دي من فوق، بعدين نحطها البوز بتاعها كده من قدام كده، وندخرقها جوه شوية، بعدين نجيب معلقة، مش اكتر من معلقة عشان ما تطلعش منها كده، ونحطها هنا المنظر ده جوه، بعدين نيجي كده نقفلين عليه، بص